انا بالنسبه لي راه قدوه. الرسول هو القدوه. الله يدي تفوت الكلمه دي. الحمد لله ليه تفديك يعني عادي. إيه في بلوش عمر لينا نمزح برشا. باش نو خاش انا في الدين واحد مازال مش متمكن مليح راه غير بالعقل. يا اخي مش تفوت هذه. لا تفوت لا صح. انا بالنسبه لي راه قدوه. الجو بتاع الخدمه بتاعك ديما يعني ضحكه وكذا الحمد لله نعيش به يعني ماهوش حاجه متصنعه. نعم فهمت واش معناتها قدوه. اكيد انا من باب المسحه قلت له هكاك يعني. انا تم دخل لي الشك. الله المستعان. طيب قلت له راه ليك قدوه. نعم. ولكن حبيب عنده ليك كلام اكيد او حاب يقوله لك دوك. انا نجبد للور يعني اكيد. والشرف هو لينا خويا ياسر يعني برغبه يعني برشا جزائريين كانوا يجيو بحذانا لتونس من تبسه والعلمه وستيف وبلايص اخرين ما نذكرش يعني اساميهم. وفي لي كومنتير يعني حتى كي نحل لايف فيديوهات كذا يعني كانت فما رغبه يعني من برشا يعني دول عربيه ومن ضمنهم جزائر يعني الشقيقه ان يشرفنا احنا يعني ويشرف حبيب البي يعني والليكيب نتاعو كتوانسه يكونوا يعني موجودين بحذاكم في الجزائر. ونستسمح يعني من المستثمرين الجزائريين اللي رفضت يعني منهم الشراكات يعني من قبل وكذا خاطر للأمانة يعني عندنا مثل تونسي يقول طمع وقطعان الرقبة متحاذين لأنه يعني هذه خدمة وضعية يعني حساسة ما نجموش يعني نعطيه اسمنا يعني اللي يجي وكان يقبل بطبيعة الحال وكان يقبلوا يعني الجزائريين وخيان يعني أن نتشرفوا شكونوا موجودين معهم إن شاء الله في الجزائر يكون هذا يعني باب رزق. مش لينا بركة مش العمر بركة البرشا يعني شباب باذن الله السميع العليم و ان شاء الله ان شاء الله واللي فيه رضاه الخير. الله يسعدك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يعزك. هنا نقدر نقول برك الحمد لله. الحمد لله يعني انت عرضت حبيب عرض عليك انه انت تكون الممثل تاع هذا. وانا نقول خير فيما اختاره الله. نعاود ناكد برك باللي سبحان الله نعاود نولي الكلام جدي الله يرحمه يقول لك كان كنت صغير يقول لي احكم طريق ربي تشوف العجائب كما كان الحال سبحان الله من يتق الله يجعل له مخرج رجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونعاود نولي ثاني نشكر الزوجة تاعي اللي كل يوم تقولها لي تقول لي والله غير ربي يعطينا من 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 جهه كاع ما تعرف سبحان الله هاوليك. ان شاء الله تقعد ديما بين عيني اخويا يوسف يعني نعقب حتى على الكلام هذايا ديما واحد ينسب الفضل لله رب العالمين وديما واحد يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونسال الله يعني الجاي خير معكم ونسال الله سبحان الله. عندي الوالده تاعي كل ما نكون خارج الصباح تلفت يدها وتدعي لي تقول لي الله يرزقك يا وليدي الله يرزقك. هذا واش عندها في فمها هذيك راس المال احنا نقولوا. على كل عمر لازم توعدنا بحاجه يعني كي يسهل ربي الامور بيناتكم ويمشي هذا المشروع لازم نفس الجموع اللي شفناها في تونس نفس المئات اللي كانوا دايرين باذن الله يكونوا يشوفوهم دايرين ثاني وحنا نكونوا باش نضحكوا شويه برك. انا ضحكهم برك. الله يبارك. انا واش يقولوا عليا دوك؟ يقولوا لي انت في الجاهليه كنت داير لها الرد الغفله وفي الاسلام درت لها زوج رد. ثم ان شاء الله باذن الله باذن الله. لا ان شاء الله دير لها طياره طياره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. على كل احنا يعني هذا الشيء زياده فينا كما نقولوا يعني إذا كنت حتى أنت المستفيد يعني هذا نشوفه باللي باب خير يعني وهذه حاجة تشرف برشا حاجة فعلا ترفع راس ترفع راس التونسيين بحبيب وترفع راس الجزائريين بيك نقدموكم على أساس نكونوا خاوة قدوة خاوة ونفرحوا العائلات اللي راهم هنا حتى احنا رانا لازم نعاونوا البلاد ونعطيو شوية أمل للناس تانيت للناس أنه مرات فعلا الرزق يجي من حيث لا تحتسب.